بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طارق رضوان من جامعة الأزهر، والنهاردة بعمل الفاينل بروجكت ليوليو سي سي طفل يوليو 2014. اتفضل حضرتك، الأول هتقول الافتراضات أدرس اللغة العربية الفصحى، والافتراض أن الطلبة هم في نهاية الفصل ألفا أو إي وان، استطاعوا هم يدركوا أو يحصلوا على الضمائر الشخصية، تعرفوا أيضا على شكل الجملة الاسمية وشكل الجملة الفعلية بشكل عام، تعرفوا على الأزمنة بصورة عامة، المضارع والماضي والأمر، ولكن النهاردة لأول مرة هيأخذوا شكل المضارع بصورة أكثر تفصيلا، عن طريق إن أنا فصلت جذر الكلمة أو الفعل عن نهايته، وهو ده اللي إحنا هنقوم بيه. فالافتراض إن هم لديهم خبرة بالفعل إلى حد ما بشكل الجملة الإسمية والفعلية، ولكن النهاردة بصورة دقيقة هيقدروا إن هم يتعرفوا أو يعرفوا أو يحللوا ويفرقوا أيضا ما بين النهايات طبقا للضمائر الشخصية في المذكر، في إما مذكر ومؤنث أو مفرد وجمع. في المضارع ولا في الماضي؟ في المضارع. الهدف إن هو في نهاية هذه الحصة أو المحاضرة يستطيع الطالب على الأقل إن هو يصرف الفعل البسيط الثلاثي مجرد العادي جدا، لانه لن ادخله او ادخله في متاهات انواع الفعل المضارع، ولكن هو هيلتزم بفعل بسيط جدا وهو كتب ثلاثي مجرد في ال 14 ضمير شخصي امامنا او 12 هيبقى ضمير شخصي امامنا، هيقدر يفرق النهايات إما من خلال وضعها كبادئة أو من خلال وضعها في النهاية طبقا للضمير الشخصي. طيب نبدأ مع بعض. نبتدي. طيب. دي كانت أغنية كانت جميلة جدا، وهو نقول فيها ماذا أفعل؟ أكتب أقرأ أغني أمسك أرسم تحلو نزين أحمي تبدي يبني نملأ يسعد. هنا هوضح للطالب أني أنا أحاول أن أقرأ. هذه العملية هي عملية الإيه؟ القراءة. أقرأ، أنا أقرأ، أو أنا أكتب، أنا أكتب، أو أنا أسمع، أنا أتكلم، أنا أغني. كانت أغنية جميلة كنا سنغنيها سويا، ولكن لم نستطع. هذا النص سنقرأه سويا، ومن خلاله سنتعرف على بعض الأفعال وهو بأسامينا جميعا. شريف يلعب الكرة. شريف صديقنا يلعب الكرة. بالكرة؟ يلعب بالكرة أو يلعب الكرة. وتكتب غادة الدرس، إما غادة الصغيرة أو غادة الكبيرة. وأغسل أنا أسناني كل يوم أو كل يوم. ونحن ننظف حجرات البيت. محمد وإبراهيم يشاهدان التلفاز، وإقبال وصفاء تذاكران الدروس. هناء ومنيرة وغادة ومنال ودينا يزرعن النباتات. معا جميعا وسويا أن ننتبه إلى هذه الكلمات، وهي
بالنسبة لنا الآن نتعرف من خلال انها الافعال. هذه هي الافعال في زمن المضارع. اما رياض ومحمد وشوقي فهم يصنعون الطائرة، ووليد ومحسن وطارق يشربون القهوة في الصباح، وانتما ترسمان وردة جميلة، وأنتم تنظرون إلى الصورة، وأنتن أيضا تسمعن الموسيقى. هذه النص كنا سنقرأه سويا جميعا، وأيضا نحاول أن نتدرب عليه. نحن من قبل في الحصة الماضية تعرفنا على الضمائر الشخصية: أنا، أنت، أنت، أنتما، أنتما، هو وهي، هما، نحن، أنتم، أنتن، هم وهم. غدا أستأذنك أن نتعرف على الضمائر الشخصية مرة ثانية بصوت عالي، تفضلي. أنا، أنت، برافو. أنت، أنتما، أنتما، هو، هي، هما، هما، نحن، أنتم، أنتن، هم، هن. مرة ثانية شوقي بصوت عالي، الضمائر الشخصية أنتم درستوها الأسبوع الماضي، تفضل. أنا، أنت، أنت، أنتما، أنتما، هو، هي، هما، هما، نحن، أنتم، أنتن، هم، هن. أحسنت، صوت رائع ودقيق أيضا، برافو. الدكتور شريف أسمع صوته من بعد. أنا، أنت، أنت، أنتما، هو، هي، هما، نحن، أنتم، أنتن، هم، هن. جميل. لنرى معا الفعل كتب، ماذا سيحدث له؟ كتب هنا هو الجذر، هو root، هو stem باللغة اليونانية، باللغة الإنجليزية الجذر أو الأصل الفعل. ندخل مع أنا الألف فسيصبح أكتب. أنا أكتب، أنا أكتب، أنا أكتب. أنت تكتب، أنت تكتب. بقر كتب كما هي، ثم أضفنا حرف كما تشاهدون التاء. كتب التاء. أنت، أنت تكتبين، أنت تكتبين. معا لننطقها جميعا. أنا أكتب، أنا صوت عالي. أنا أكتب، أنا أكتب، أنا أكتب. مرة ثانية. أنا أكتب، أنا أكتب. أنت تكتب، أنت تكتب. غادة أنت تكتبين، أنت تكتبين، أنت تكتبين، أنت تكتبين. أنتما تكتبان، أنتما تكتبان. وإذا كان مذكر أو مؤنث مذكر أنتما أيضا تكتبان، أنتما تكتبان، أنتما تكتبان. هو يكتب، هو يكتب، هو يكتب. هي تكتب، يكتب، تكتب. انظروا إلى الفرق. هو، يا، هي، تا. هو، يا، هي، تا. أما كتب تبقى كما هي، تبقى كما هي.
هما يكتبان. يكتبان الإضافة ي والألف والنون. هما تكتبان المثنى المؤنث. ثم بعد ذلك في الجمع المتكلم نحن نكتب. نحن نكتب. نحن نكتب. أيضا كتب كما هي ثم نضيف حرف أنه. أنتم تكتبون. أنتم تكتبون. أنتن تكتبن. ثم أخيرا هم يكتبون وهن يكتبن. هم يكتبون وهن يكتبن. هذه هي تصريف الفعل كتب. كتب مع الضمائر أنا، أنت، أنت، أنتما، هو، وهي، وهما، نحن، أنتم، أنتن، هم، وهن. لو سمحت تفضل. تصريف. تصريف هو الديكلينشن، البارزنج. تصريف بمعنى هذا هو الفعل وماذا سنضع له نهايات. النهايات مع الضمائر. هذه هي الضمائر. هذا هو أصل الفعل ثم نضع النهايات مع الضمائر. نهاية الضمير. هناك بعض الكلمات هنا بزمن المضارع. المضارع الآن. أقرأ. أكتب الآن. اليوم. في هذا الوقت. كل يوم. كل أسبوع. في كل حين. وهكذا. إذن معا أنا أكتب. أنا أكتب. أنا أكتب. أنا أكتب. أسمع صوته. أنا أكتب. صوت عالي. أنا أكتب. أحسنتم. أنا أكتب. رائع. مرة ثانية. أنا أكتب. أنت تكتب. أنت تكتب. أسمع صوته. تكتب. أنت تكتب. مرة ثانية. أنت تكتب. رائع. أنت. أنت تكتبين. أنت تكتبين. أنت تكتبين. رائع دكتور شريف. أستاذ شوقي. أنت تكتبين. هذا. أنت تكتبين. أنتما تكتبان. تكتبان. أنتما. لأسمعكم. أنتما تكتبان. مرة ثانية. أنتما تكتبان. أحسنتم. رائع. أنتما. أنتما تكتبان. تكتبان. أما هو. هو الدكتور شريف. هو الغائب. هو يكتب. هو. هو يكتب. أسمع صوته. هو يكتب. هو. ما بك أستاذ محمد. بقوة. هو يكتب. تعرف ماذا تعني بقوة؟ هو يكتب. حسنا أحسنت. هي تكتب. هي تكتب. هي تكتب. هي تكتب. هي تكتب. هي تكتب. برافو. هما يكتبان. هما يكتبان مذكر وهما تكتبان
مؤنث هما تكتبان. نحن نحن نكتب نحن نكتب نحن نكتب أنتم تكتبون. أسمع صوتكم. ما بكم ما بكم لا تنطقون. ما بكم أنتم تكتبون. أنتم تكتبون. أنتن تكتبن. أنتن تكتبن. أنتن تكتبن. هم يكتبون. هم يكتبون. هم يكتبون. هم يكتبون. هنا أسمع صوتك. هم يكتبون. أحسنت منيرة. هم يكتبون. هم غادة. هم يكتبون. بابو. حسنا أستاذ محمد. هم يكتبون. أحسنت غادة. هم يكتبون. دكتور شريف. هم يكتبون. دكتور محمد. هم يكتبون. أستاذ رياض. هم يكتبون. رائع. هن يكتبن. هن يكتبن. هن يكتبن. كل هؤلاء هن. دكتور منال منيرة هناء غادة هن. هن ماذا يفعلن؟ يكتبن. ها يكتبن. فهمتم؟ ننتقل إلى كيف ترون؟ أنا بحب حمرة جدا. شكرا باشمهندس محمد. والآن سنعمل معا بعض التمارين. أنا تفضلي. شكرا. تفضلي. تفضلي. تفضل. شكرا شكرا شكرا. تفضل. وأستاذتنا تفضل. إذا قم معا بهذا التمرين. هذه المجموعة أم هذه المجموعة سيكون أسهل. هذه هي الأفعال. ستضعها وفقا للضمير بجانب كل ضمير الفعل. هيا بي. تعالي. تعالي معي. لتقفوا كمان. هنا. منيرة. هي أفعال كثيرة. ثم أتشاركون معكم؟ نعم قليلا. تفضلوا. وهذا هو دي. تفضلوا. بجانب كل ضمير شخصي تعلقت عليه الأسبوع الماضي ستضع الفعل كما تعلمناه. تفضلوا. ها لنرى من سيفوز. لمن سيسرع. قول واحدة كاملة يا مفتري. هيا. هيا. أنت تكتبين. برافو منيرة. أحسنت. ماذا فعلت؟ دكتور خالد. أنتن تكتبن. برافو برافو. هن يكتبن. رائع. هم يكتبون. جميل جدا. أحسنتم جميعا. وأين أنت باشمهندس؟ يكتبان. هما يكتبان. هما يكتبان. هما يكتبان. لساعد مرة ثانية ما فعلت؟ هما تكتب. تكتبان. ليست هي تكتب. أين الألف والنون؟ هي تكتب. إذن ضع تكتب أكثر مع هي. وهما يكتبان. أحسنت يا باشمهندس. إنني أرى أنكم جميعاً معا لننطق مرة ثانية مع
مع الإجابة الصحيحة. الإجابة الصحيحة أنا أكتب. أنا أكتب. لا أسمع صوتكم اليوم. أنا أكتب. ماذا عساكم؟ ماذا حدث لكم اليوم؟ أنا أكتب. أحسنتي غدا. أنا أكتب. أنا أكتب. أنت تكتب. أنت تكتبين. صوت معالي. أنت تكتبين. مرة ثانية. أنت تكتبين. أنتما تكتبان. أنتما تكتبان. هو يكتب. هو يكتب. هي تكتب. هي تكتب. هما يكتبان. هما مفكر ومؤنث. إذن هما تكتبان مؤنث وهما يكتبان مذكر. نحن جميعا ماذا نفعل الآن؟ نحن نكتب. مرة ثانية. نحن نكتب. هي تكتب. هي تكتب. هي تكتب. هي تكتب. نحن هذا العكس. أشكرك. نحن نكتب. أنتم تكتبون. أنتم تكتبون. رجال تكتبون. أنتن تكتبن. أنتن تكتبن. أنتن تكتبن. أنتن تكتبن. حسنا. هم يكتبون. هم يكتبون. هن يكتبن. هن يكتبن. هذا حسن. أخو لنعم تريدون بعض الحلوى؟ أيوة. نعم. مرة ثانية. اليوم اليوم يوم نبدأ. أستاذتنا أريد أسفل تغيري محمد. هذا أخو تميم وسنمني بذلك هذا الدرس الشاق الصعب إلى حد ما. الآن أصعب ماذا سنة؟ أصعب كل طلب هو واحد أنت عايز تجيب زي بس مهندس محمد. سنضع النهاية أمام الكتاب بعده الضمير. أنا لا تنظر إلى هذه. انظروا هنا. انظروا جميعا هنا. هذا هو العنوان. هذا هو المصدر. أستاذة منى هذا هو المصدر. دكتور منال هذا هو المصدر. تعال أخبرنا. مع أنا ماذا تفضل؟ مش هقدر أقبل. تفضل. أقبل كم؟ والله. عندي. تفضل. وليد فيروس. رائع. أنا أكتب. نحيي معا الدكتور منال. أنا أكتب. هو أنا أكتب. أحسنت. أنت ها؟ أنا. أنت تا تا أحسن لتضعها على الصبوة. أنت رائع. أنت تكتبين لطبع الاثنين هنا وهناك. أحسنت.
شكرا نعم. احسنتي. لنصف معا. لقد انتهت الوقت. هو انتما تكتبان. انتبهي. نعم انتما تكتبان. اذا معا فهمنا جميعا اليوم الضمائر الشخصية مع فعل المضارع مصارع. أشكركم جميعا. الوقت أنا في اعتقادي أنه طبعا الدرس لحد ما قوي ثقيل لأنه بيعتمد على لابد أنه يعني أوضح للطالب عملية المورفولوجي والصرف في اللغة العربية كيف تتم من خلال مقطع ثابت وهو الجزء والجذع والنهايات المتغيرة والمتحركة طبقا للضمائر الشخصية. قضية معقدة لابد أن هو يفهمها غير موجودة في اللغة الإنجليزية أو اللغات الأخرى اللي هي لا تعتمد على قضية الصرف والتغيير. لكن ربما في نتيجة هو في نهاية ترم زي A1 بيكون لابد أن هو يطلع على قضية الزمن بشكل ما كويس. وعليه احنا امام ايضا اكثر من ما بين 12 او 14 ضمير حسب التأنيث والتفكير. ايضا دي قضيه معقده لابد يفهم انه نحن مع كل فعل ان الضمير لا يتوقف على ضمير واحد بجنس واحد. احنا عندنا دائما التغيير في الجنس ما بين المذكر والمؤنث في كل. وذلك يمكن اللغه العربيه تعتبر لغات او اذا كانت اللغه الوحيده او القليله اللي هي تقدر عمليه الجنس الفيمينين المؤنث وبتعطي له فعل خاص به وتصريف خاص به. فقوه الدرس هنا ربما حاولنا ان احنا نعطي مثال بسيط. انا كنت بدات ان انا اعمله بقطعه بسيطه نستدل منها على ما هي شكل الافعال داخل الجمله داخل باراجراف بسيط. استعنت باسماء الطلبه في البدايه. كان قبل كده في اغنيه جميله كنا هنغنيها سوا فيها مجموعه افعال عشان نسمع يعني ايه فعل عن طريق ايضا الكتابه او الحركه عشان نفهم يعني ايه فعل وبيحدث الان. بعد كده بدات في العمليه الاخرى عملت القطعه باساميكم بافعال بسيطه كنا نتعرف عليها ثم انتهيت في المورفولوجي الخاص بال طيب هو الاضافات ثم بهذا النوع من انواع التدريب. طيب هو هنا الاضافات دي هل كلها نهايات؟ كان هتكون بهذا الشكل هي نهايات. لا وهنضع هي سوابق ونهايات. طبعا سوابق بس ونهاية. حضرتك دائما لا يعني نهايات بالمنطق حضرتك دائما كنت بتفكر بعتذر اللي هي اندنجز هي سوابق طبعا ولوائح وفريفكس ونظام ودوز خافت وعندنا دايما قست دكتور منال دائما وده مهم ان كتب مساله انه تجريد الفعل او هذا الفعل المجرد اللي هو الاصل هو دايما الطالب بيبقى عينه عليه اللي من خلاله يثبت كما هو هذا المصدر والمتغيرات الصواب وان كان التشكيل لم اشكل لم اشكل هنا لانه اعلم وانا قصدت عدم تشكيل المصدر لانه هيتغير كثير التشكيل بس في المضارع بيتغير يعني ما اقدرش اقول كتب واقول اكتب ما هو طبيعي أكتب. طبيعي كانت طبيعي. طيب تعليق حضرتك مع بعض التركات حتى بعض حتى لو كان 30 عام ودارس لكن طبيعي ان امامكم امام خبيرتنا ودكتورتنا منال اكون طالب ايضا في الوقت. استاذه جدى تعليق ايجابي وتعليق جدى تعليق اقتراح. التعليق الايجابي طريقه الدريلنج اللي حضرتك عملتها فيها حته كده اوركستريشن فعجبتني حسستني ان احنا بارت اوف يعني كورس كده يعني بطريقه فيها يعني حتى حركات الايد كده فيها نوع من الرقي ما اعرفش كده فاهم حاجه كده لذيذه فده تعليق بيقود الكورس بيقود كورس فيعني بارت اوف سمثينج امبورتنت وطريقته كده بيعملها. والتعليق الثاني بقى انه كنت اقترح ان نفصل شويه ال
أدوات الإشارة، يعني أدوات الإشارة ضمائر ضمائر الضمائر الشخصية، ممكن نقسمهم مثلا يعني بحيث إيه نكمل بيهم اللي هي المخاطب مثلا لوحدها أو المفرد والمؤن، يعني نفرق نقسمهم تقسيمة تانية ما يبقوش في درس واحد. أنا ماشي دول أه ما يبقوش في درس واحد. أنا دكتور منال وأنا حي صح صح وأنا ممكن زي ما أنت حضرتك بتقولي كده، ممكن هو مثلا نعتمد على المفرد بس، فناخد مفرد مخاطب مفرد متكلم مفرد مخاطب مفرد غائب والجمع في حصة تانية من المثنى والجمع مع بعض على أساس هنا الكم هيكون، أو نركز بس على المتكلم والمخاطب المرة دي والمرة الثانية ياخد الباقي، بحيث إن بالطريقة دي تيجي فرصة إن إحنا نستخدم يعني أفعال أكتر، يعني مش فعل واحد. لا هو أنا المفروض هنا لو كان أسرعنا شوية في المقدمة وكده، ممكن المفروض في التدريب الأخراني ده المفروض كان يبقى مع استخدام أفعال أخرى مع أفعال أخرى. طيب اتفضل دكتور محمد. دكتور طارق في شيء ايجابي جميل جدا وهو التركيز في التدريب على البدايات واللواحق، فده كان جميل جدا، يعني هينطبع في ذهن الطالب وركز عليها ازاي، وركز عليها عن طريق ان هي الوان البطاقات مختلفه ومكتوبه لوحدها ومشكله. لو قبل كده كمان السلايدز الشرائح اللي استخدمها على السبوره، اظن الالوان كانت رائعه. لا في مقطوعه كده كتبها اللي هي ضمنا فيها كلنا بافعال بس كتيرة. بس الافعال كلها كانت ايه ملونه، السوابق ولا واحد كلها ملونه على السلايدز كان بنفس المنطق ده. فده شيء محمود جدا لفعله، ولكن الدكتور طارق لم ينفك عن كونه استاذا جامعيا يدرس طلاب مصريين، فيعني غلبت صفاته عليه، فكانت المحاضرة من طرف واحد في كثير في الجزء الأول في الجزء حلو انه مستخدم الأفعال كلها باللون الأزرق، ولكن السوابق واللواحق كلها بالأحمر، مستخدم أسامينا هنا جميله قوي. لما عشان انت ما كنتيش موجوده لما هنا الشريحه اللي حضرتك جبتها في الاول كان المفروض استعين بيها في الاخر، هي دي فن ايوه استعين بيها في الاخر لان فيها افعال متعدده واطبق عليها القاعده، لشوف السوابق وهم يحطوها بالظبط تمام، دي كل نهايه لا ممكن تبقى في البدايه كده ان اجيبها بشكل عام بس ما عديش عليها واحده واحده بالتفصيل في الاول زي كده، ولا اخليهم يقروها ويحاولوا يستنتجوا ايه المتغيرات وبعدين ابتدي ابدا في الشرح، ولكن في النهايه تبقى القطعه دي تبقى مكتوبه في ورقه وما فيهاش فيها السوابق ولا اللواحق وهم هيضعوها، يبقى ده تدريب اخر، يبقى في النهايه مش بس بيصرفوا الفعل لا كمان بيصرفوا الفعل مع افعال اخرى مش بس كده. جميل مش بس ده عشان انا منظف واكسب ينظم ويذاكر ويزرع وكل حاجه. الحاجه الثانيه بالنسبه للسلايد دوت يلعب شريف بالكره اخليه في سطر لوحده والجمله اللي بعدها في سطر لوحدها. ليه؟ لان هتلاقي جمله ونحن ننظف الحجرات، الجمله انقسمت الى جزئين، طب وليه؟ طب ما نعمل كل جمله في سطر لان كل جمله فيها تصريف فعل بشكل مختلف. تمام اتفضل اسال انا مش عارفه بقى صح. اتفضل بالنسبه لشريف وغاده وكل دول يعني هما ليه مفتوح يعني منصوبين يعني شريف وغاده افهم انه يمكن شريف وغاده خطا انا استعملت مشكال اللي هو النصوص لتشكيل النصوص وربما في بعض الاحيان في برنامج مشكال مشكال برنامج يشكل انا وضعته لكم على الجروب وضعته على الجروب فهو يبدو ان انا اعطيته النص كامل هو اللي شكل لي ولكن يبدو ان هو ايضا المشكال نفسه وقع هي هو اعتبرها مفعول به اشكرك يا منيره اذا ما شكرا يا استاذه منيره اذا ما كنتش تماما في البرنامج انا ليا لازم اراجع على البرنامج هو احدث محمد وفي في بعض السلايدز احس ان هو عملها بالتنوين كمان هو ده شيء يعني في حاجات معموله بالتنوين رياض ومحمد كلها حلوه رياض ومحمد فهنا يبقى ايه واحد يرجع للتشكيل طب ملحوظه اخرى يا جماعه
اتفضل دكتور. اختيار الالوان والفكره ان هو كاتب كل حاجه على البرينتر كده يعني يمكن اول واحد كلنا كنا كاتبين بايدينا ده شيء عظيم جدا. في ميزتها ان لو الخط بتاعنا مش حلو البرينتر بيطبع حلو وكمان بيوفر الوقت يعني بدل ما كنت تضيع وقت على صبور انك تكتب الكارت بيسهل لك العمليه. اتفضل. اختيار الالوان برضو في السلايدز جميل جدا. أيوة. بس في حاجه ما عجبتنيش بقى بعد كده في سلايدز فيها ارقام فوق يعني مثلا هذا المفصل الاول. لا لحظه بس لحظه يعني هقول لك فكرتي. اتفضل. ان هو ايه في تسلسل 1 2 3 فمثلا بعد كده هنلاقي 2 أو 3 يجي معاهم كلمه مفرد انا مش شايف ان لها اي لازمه الواحد 2 3 دي 2 مفرد يعني ملهاش لازمه. اوضح لحضرتك ممكن تعمل كونفيوجن اوكي حتى بالنسبه لي انا مفرد ومثنى دي ملهاش لازمه لان انت اوريدي حاطط صور يعني اتس ريدندنت يعني الاثنين ملهاش داعي بس انا حطيت صور اعداد في بنتين في ولدين او على الاقل الاثنين دي انا مش شايف لها يعني مقلقه ياو انا مش عايز يعني جاي عفوا لكن ياو احب ان انا يعني هو عامه دكتور هو ده كود علني في قضيه الاول والثاني والثالث اللي هو ايه اللي هو فيرست بيرسون طبعا هو ده قصدك اثنين المتكلم والمخاطب والغير يا دكتور يبقى حضرتك المفروض تفصل ما بين الاثنين بلاش او بتاع قبل المفرد ما يبقاش 2 مفرد 1 مفرد ما ينفعش هو قلت عليا في وسط الكلام مره قلت غائب تاني كان دوري انا هو قلت غائب يعني كلمه غائب وحاضر وكده كانت اول مره تظهر يعني ما كانتش هو كان المفروض ما دام بنستعملها المفروض لو احنا خرجنا من الافتراضات ان هو المره اللي فاتت كانت عرفت لغه الضمير بتاعها دي كلها يبقى كان المفروض ان انا بدرس مع انا ونحن ده متكلم وانت وانت وانتم مش عارفين ده مخاطب والتانيين يبقوا غائب يبقى المفروض تدرسه بقى مع الضمائر الحصه اللي فاتت اعتبر ان انا عندي ملاحظتين كمان اتفضل يعني اول حاجه حكايه ايه هن وهم ومعرفش دي يعني يعني مره تظبط مره ما تظبطش هي معضله يعني انا معرفش حد ايه بصراحه انا ده ممكن مثلا يطلع مع واحد قدامه وثلاث بنات واربع يعني تنظمنا وتبتدي تقول هن انت انا هم واخد بالك يعني تعملها بطريقه بس هل ده كان مكانها هنا؟ هو شغل نفسه لا هو بس هو دكتور طارق ما ظبطتش اعتبرت انه دكتور طارق شغل نفسه ليها حاجه اقول لي شرح الحصه اللي فاتت لا يعني ده مستوى لا هو قال انها مراجعه هم المفروض ان انا اميز معنى ان انا اشرح معنى هم وهن وهما بس لو عايز فيزيكال ديستنكشن يعني كان ممكن لا بس فيزيكال ديستنكشن صح بس النقطه ايه مش وقتها يا جماعه لا كانت اتعملت ده اتعملت الحصه اللي فاتت انا مركز عليها تماما مش وقتها هنا خالص المفروض ان احنا داخلين فاهمين يعني ايه انتما وانتن وهن وهما خلاص خلص يبقى مفيش داعي ان انا اضيع مجهودي في حاجه اتشرحت المره اللي فاتت يبقى التركيز على ايه؟ تصريف الفعل تصريف الفعل يبقى ده حصه تدريبيه اخر حاجه وانا اسف هنا التركيز على تصريف الفعل مع الضمائر بس التركيز على تصريف الفعل نعم هنا النقطه بقى هنا برغم ان هنا السلايدز دي يا دكتور طارق حلوه اتفضلي اتفضلي السلايدز دي حلوه جدا لكن هنا حضرتك كل الصور اللي هو عملت المذكر 3 او عملته 2 دي كويسه ولكن لم يميز ما بين الغائب اللي هو هو وما بين انت وما بين انا يعني عملت راجل وقلت انا او عملت ست وقلت انا وبعدين عملت راجل وقلت انت طب ايه الفرق فهنا يا اما ان انا اعمل في صور بتبقى باينه ان هو هو يبقى هو صوره بعيده وشخص قريب يبقى باين فيه هو وفي باين هو لكن هنا الصور دي محتاجه مراجعه فيها وان كان السلايد جميل جدا ان يبقى فيه يا غاده ان السلايد حلو جدا ان في الضمائر في تصريف الافعال السوابق واللواحق لكن الصور محتاجه مراجعه ثانيه الصور محتاجه مراجعه ثانيه بنهايه هو حضرتك قلت الجزء هما صح اعملها بتاع ازاي يا دكتور اللي هي فانا وهو وهي
يعني قصد حضرتك ان هنا ما قلت هنا انا لازم انا يبقى يطلع منه كول اوت. انا كول اوت كول اوت اللي هو عشان يفصل المقوله البالونه ديت كويس بحيث يبان ان انا اللي بتكلم. لما انت يبقى انا شخص واقف وبكلم يا شخص بيبان بشكل صغير واللي قدامي بعمل له كده يبقى انت كويس اللي هي زي هنا زي هنا بس يبقى في مواكب بعضيهم يعني يبقى في مواكب بعض انت وانت هو بقى يبقى ايه بيتكلم عن حد بعيد يعني الصوره محتاجه الصور مش معبره قوي ده عن الفيرست وهو وهي وهو تمام سريعا بقى علشان وقتنا خلص بزياده معظم الوقت مفيش الستيشن مفيش الستيشن ما بتستخرجش منهم يعني حتى الزملاء اللي على السلايد حضرتك اللي قريتها ما خليتش حد منهم يقرا القراءة حضرتك اللي بتقرا يعني كله الضمائر المكتوبة حضرتك اللي بتقرا نخلي الطلبة هي اللي تقرا نخلي الطلبة نستخرج منهم المعلومة ومفهومها ماشي؟ انا ممكن اقول اتفضل هي انا كنت اتمنى من الدكتور طارق ان كان بنفس المنهج الالوان وان احنا نبين ان في سابقه ولاحقه كان يعمل جدول مثلا مع خمس ضمائر مثلا او ست ضمائر ويعرضهم للطلبه سوا مثلا دقيقتين او ثلاثه وبعد كده يستخرج منهم هم اكتشفوا ايه. كانوا يكتشفوا ان مثلا الكاف والتاء والباء ثابته بلون واحد لم تتغير وان مع الضمير كان هناك مثلا مع انا كان في الف مكتوب مثلا بلون مختلف. الطالب هو اللي يستنبط القاعده أيوة وبالتالي كان وفر بالظبط انت حضرتك فكرتيني استخرج القاعده من الطلاب ما تقعدش حضرتك تشرح كويس وفعلا زي ما الدكتور محمد قال لو بعد كده كل سلايد فيها الضماير والسوابق واللواحق بلون مختلف يا سلام لو بعد السلايدز دي كلها يبقى سلايد بقى فيه جدول بكل الضمائر وكل البليفت السوابق ولا واحد بقى مختلف تبقى دي موجوده على السبوره كمرجع ليهم على السلايد على الشاشه تثبت في مرجع ليهم وياخدوا بيها ورقه وبعدين ما يقوموا يعملوا التدريبات يبقى المرجعيه موجوده على الشاشه. حاجه اخيره اي تدريبين دول يسبق الاخر ايهما افضل؟ الاول ده ده اصعب اعتقد العكس اعتقد العكس لسبب بسيط ان حضرتك في السلايد اوريدي مبين السوابق ولا واحد فكان هذا التدريب يتبع دون مع وجود الجدول الكامل وبعدين بعد كده يعملوا ده وبعدين بعد كده يجي تدريب ثالث تصريف الافعال المختلفه في نص زي النص اللي هو الشاشه الاولانيه خالص اللي فيها جمل متعدده باسماء الطلاب ماشي. شكرا جزيلا دكتور طارق. على الفعل المضارع في شكله البسيط وكيف يمكن ان نصرفه مع كل الضمائر التي عرفتها من قبل. نحن نعرف جيدا الضمائر العربيه والتي قد درسناها من قبل. دعونا اولا نستمع الفيديو ده تقدر تكمل بعد هي جميلة جدا اسمها لغة العربية